ما تلبث مدينة بنغازي أن تهدأ حتى تعود إليها التوترات الأمنية مجددا، حيث أفاد مصدر أمني من المدينة بانتشار آليات عسكرية تابعة للكتيبة 106 عند مداخل ومخارج المدينة. المصدر أضاف أن بنغازي تشهد توترا أمنيا منذ أيام مع انتشار دوريات للقوات الخاصة الصاعقة داخل المدينة وتحليق لطائرات حربية فوق منطقة الهواري، مع إخلاء مجموعة مسلحة يقودها آمر محاور الصاعقة محمود الورفلي من مقرها بطريق الساحل بنغازي تحسبا لأي اقتحامات قد تحدث لمقر الكتيبة وفق المصدر. توترات تأتي عقب أيام من إصدار أوامر من قبل قيادة الكرامة بالقبض على الورفلي وإعادته إلى السجن بعد هجوم مسلح شنه الأسبوع الماضي على مقر هيئة الاستثمار العسكري في بنغازي، ليظهر بعدها تسجيل صوتي منسوب للورفلي يتوعد فيه رئيس هيئة الاستثمار العسكري المدني الفاخري واصفا إياه بالهدف الأول. بالنسبة للمدني الفاخري هذا مستهدف رقم واحد، ونحن نعتبره فيه من دواعش المال العام، وقاعدين نبحث عليه حتى عند يوم القيامة. ورغم إعلان قيادة عملية الكرامة ما وصفوه بتحرير المدينة، إلا أن استمرار الاشتباكات من حين لآخر داخلها أمر يثير التساؤلات حول قدرة الأجهزة الأمنية في المدينة على توفير الأمن لأهالي بنغازي بعيدا عن الصراعات والحسابات السياسية.